بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في مكتب الأوقاف والإرشاد في محافظة تعز مع القاضي خالد البركاني الذي سيتحدث لنا الكثير والكثير عن احتياجات المركز وأساسياته وما هي الأوقاف وما تداعيات الحرب وماذا أثرت الحرب في هذه الإدارة أو الأوقاف والإرشاد، وخصوصا أن محافظة تعز تسير إلى الأحسن والأفضل في هذه المرحلة، مرحلة التحرير. السلام عليكم. أستاذنا أو قاضينا خالد البركاني، نريد أنك تكلمنا في لقائنا الخاص مع قناة عدن الفضائية عن مكتب الأوقاف وتداعيات الحرب التي أثرت فيها خلال هذه الفترة. أولا نشكر قناة عدن على هذا اللقاء، وأعتقد هذه من اللقاءات القليلة جدا مع القنوات الفضائية التي اهتمت بموضوع الأوقاف، مكتب الأوقاف والإرشاد. طبعا مكتب الأوقاف والإرشاد في أثناء الحرب تضرر كبير جدا. موقع المبنى الرئيسي لمكتب الأوقاف والإرشاد يقع الآن في مكان اشتباكات، يعني في نقطة اشتباكات، ومن الأضرار التي كانت أن المبنى أصيب كامل بقذائف، وتحاولنا قدر المستطاع أن نأخذ قدر ما نستطيع من الأثاث الموجود. بعض يعني في اعتقادنا أنه وثائق الأوقاف نجت، قام أفراد من المقاومة عند تحرير مبنى الأوقاف والمنطقة التي فيها مكتب الأوقاف، قاموا بالدخول إلى المبنى وأخرجوا لنا وثائق، وما زالت الوثائق والأوراق في يد المقاومة. هذا شيء يحسب لهم. طبعا بدأنا العمل من الصفر، يعني عجلنا فبدأنا في الشارع نبحث عن مكان ومستقر. الحمد لله الآن تحسن كثير العمل. بدأنا طبعا حتى الكادر الوظيفي كان غير متواجد، أكثر من 70-80% لم يكونوا متواجدين. حتى الآن الكوادر المؤثرة لا زالت متغيبة. لدينا كادر الحمد لله، في الفترة الماضية أهل بعض الشباب، والحمد لله الآن الأمور ماشية بشكل ممتاز جدا إن شاء الله. قاضي خالد البركاني، الآن الناس لا تعرف ما معنى كلمة الوقف، وخصوصا في مكتب الإرشاد يحتاج إلى بعض التوجيهات والناس تفهم هذا الموضوع، ممكن تتكلمنا عن هذا؟ لعله إن لم يكن لنا فائدة اليوم هذه فقط في هذا اللقاء إلا أن نتحدث عن الأوقاف لكفة. طبعا حرصت دائما أنه نحاول أن نعمل مركز إعلامي خاص بمكتب الأوقاف والإرشاد أو مكتب إعلامي. نحن الآن في الخطوات الأخيرة لافتتاح هذا المكتب. أطلقنا قناة على اليوتيوب وموقع على الفيسبوك يتحدث عن النشاط. الآن لا نريد فقط من هذه المواقع التي لدى المكتب فقط أن نتحدث عن نشاط، إيش يعني ما قام مدير مكتب الأوقاف، فعل مدير مكتب الأوقاف، لا. نريد الآن إلى مسألة التوعية، أن نفهم الناس معنى كلمة الأوقاف، وما هي الأوقاف، وكيف تكون يعني حرمة الأوقاف. نريد أن نثقف الناس. معظم الناس الآن يتهاونون بالأوقاف بسبب قلة الوعي الديني الموجود لدينا. أنا يعني مقيم في مسجد أصلي فيه، أعتقد لم أجد إلا مرة واحدة فقط منذ 20 سنة تحدث الخطيب عن مسألة الأوقاف. وكذلك المساجد معظمها خطبت عدة خطب في عدة جوامع أتحدث عن الأوقاف، فقال والله لأول مرة نسمع خطيب يتحدث عن الأوقاف. طبعا بعد ما تعين مدير الأوقاف حاولت أنه نحاول أن نفعل هذا الموضوع وأن يفهم الناس معنى الأوقاف، فقالوا لأول مرة نسمع خطب عن الأوقاف. أنا عتابي على المرشدين والخطباء، يا جماعة نتحدث عن السياسة ونحسن الحديث عن السياسة، نتحدث عن الاقتصاد ونصبح خبراء اقتصاد ونفتي ونتحدث. يا جماعة يا خطباء، أموال الله، أموال الأوقاف تنهب أمام أعيننا، وبسبب قلة وعي وقلة الوازع الديني الذي بسبب قلة الوعي والتثقيف الديني.
طبعا نحاول ان نصل. انا طبعا عندي هدف، طبعا عملنا خطط واهداف، فمن اهدافنا الاولى الاساسيه الوصول الى كل بيت. نريد ان نصل باعلامنا الى كل بيت، نريد ان نصل بالتثقيف، ان نفهم الناس اشياء كثيره على الاوقاف. اليوم اشكر يعني وأقدم الشكر لقناة عدن التي أتاحت لنا الفرصة اليوم علنا أن نصل إلى أكثر عدد من المواطنين لكي يفهموا معنا كلمة أوقاف. أنا أريدهم أن حتى وإن كانت المقابلة طويلة أو ما شابه ذلك أن يركزوا معي فقط حتى على هذه الجزئية فقط. مسألة الأوقاف، الأوقاف هي صدقة. يعني أنا عندما أخذ 10,000 أو 20,000 وأتصدق بها، تصدقت وانتهت وانتهى أجرها عند حد معين. هناك من يحسن الاستثمار والتعاون مع الله سبحانه وتعالى ويتعامل بذكاء مع الصدقة. أنا لا أريد صدقتي أن ينتهي أجرها عند حد معين، أنا أريد صدقتي أن تبقى معي حتى قيام الساعة. فكيف تعمل؟ قال بدل ما تدفع 20,000 تدفع لشخص واحد وتنتهي أجرها، يمكن أن تجيب أرض أو تجيب شيء معين يخرج منه مثلا للفقراء والمساكين كل سنة، فيموت هذا الرجل وما زالت الأرض ما زالت تخرج هذه الغلة وتخرج هذا الأجر، فيكون الميت يموت ويستمر 1,000 2,000 سنة 3,000 سنة أجرها لهذا الرجل. في قصة نذكرها طبعا للأخوة المشاهدين، طبعا وردت في التواصل الاجتماعي، ما أدري صدقها لكن نتحدث عن العبرة فيها. قالوا إنه عثمان بن عفان عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومية، كان في بئر خاصة بيهودي فكان يبيعها للمسلمين بأسعار مضاعفة الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومية وله الجنة. فجاء عثمان بن عفان فاشتراها من الـ اليهودي وأوقفها لله سبحانه وتعالى. يقال أن هذه البئر طبعا مع البستان الذي حولها استمرت باسم عثمان بن عفان تخرج الصدقات حتى عهد قريب. قالوا بني برج مكان هذه البئر سكني في المدينة، وأصبح هذا البرج يؤجر والأجرة والإيجار يخرج باسم عثمان بن عفان. قالوا حتى يومنا هذا 1400 سنة وهذا والأجر يأتي إلى هذا الرجل. طبعا مال الوقف الإخوة المشاهدين، مال الوقف ببساطة وبدون تعقيد وبدون أن نبحث عن الكتب ونتحدث عن المعاني والأمثلة، الوقف عباد الله ببساطة رجل فتح كتاب الله سبحانه وتعالى فوجد فيه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجعل أحب ماله إلى نفسه، اللي يتصدق واللي يوقف، لا يوقف أي أرض، يوقف أفضل ما لديه، وقال اسمع أخي ما قال: اللهم إني قد أوقفت أحب مالي إلى نفسي وجعلته لبيتك، لمسجد المساجد، لبيتك الذي نسجد لك فيه ونعبد، وحرمت منه نفسي وأهلي وذريتي واستودعتك إياه. اللهم فمن تعدى أو أهمل أو فرط أو قصر أو غير أو بدل فاجعل عاقبته في ماله وأهله وولده فقرا وذلا إلى يوم القيامة. هذا الوقف، أراضي الأوقاف الآن أصبحت كل من يقول قال أرض وقف قال بسيط سهل وهجم على أراضي الوقف. معظم أراضي الوقف تغتصب وتؤخذ، يعني في أوقات من الأوقات يكون يضعف مكتب الأوقاف الإرشاد، إما المدير يكون ضعيف أو الإرادة تكون قليلة ما يستطيع إيجابه أو بأي سبب من الأسباب، فيجد الناس فرصة للتعدي على أراضي الأوقاف وعلى أموال الأوقاف لا يعلمون خطورتها. زمان كانوا من كان يعلم خطورة الأوقاف كان إذا مشى في أرض وقف قبل ما يخرج من أرض الوقف ينفض الثياب حقه. ليش؟ قال والله لا أريد أن ألقى الله وعلى ثوبي غبار وقف. كان قبل ما يخرج يمسك الحذاء حقه ويمسح التراب منه، قال لا أريد أن يلتصق تراب الوقف بحذائي فيسألني له عن هذا الغبار عن هذا التراب.
كان إذا حرث أرض الوقف قبل ما يخرج من أرض الوقف يغسل محراثه يعني بشكل جميل يعني قوي جدا. قال لا أريد أن يختلط لما جاء حرث حق الأرض أن يختلط تراب الوقف بترابي فيمحقه. تراب الوقف ماحق، تراب الوقف يعني. علشان نسأل نعرف ما هي أساسيات الوقف، كيف وكيف ظهرت فكرة الوقف. الوقف زي ما قلنا لكم هي صدقة بذكاء واستثمار بذكاء مع الله سبحانه وتعالى. بدل ما أستثمر الآن وأصدق وينتهي حق الاستثمار، أجعله لله سبحانه وتعالى ويستمر فترة طويلة. عندما تجد تقرأ الوقفيات، وقفيات عجيبة يعني. صدمت وأنا أقرأ عن وقفيات، ما أعتقد أنه إنسان تخيل أنه في عندنا وصل البر والإحسان مع الله سبحانه وتعالى إلى مثل هذه الدرجة. تخيل مثلا مرة أقرأ، فأقرأ أنه هناك وقف أوقفه ناس لحمير العرج، للحمير العرج. فسألنا كان تقول ليش حمير العرج؟ ليش هو طيب الغنم؟ قال لا، الغنم وغيرها وما يؤكل لحمه إذا عرجت أو حصل له إشكالية ذبح وكل، فيبقى الحمار الأعرج الحمار الذي لا يؤكل، فإن مرض أو اعترج. قالوا في بعض الأوقات كان صاحبه ينحره، يطعنه، يميته، خلوا مربوبه هناك أو يتركه في الشارع فيجلس يمشي، لأنه يجلس يأكله ويشربه ويتحمل مسؤوليته. فهذا رجل من رجال الخير. شوفوا يا جماعة ديننا، ديننا ما أجمله. جعل أراضي له أراضي خاصة بأن تزرع وتأخذ ثمرتها وتشتري بحظيرة للحمير العرج، وتوضع لكل حمار أعرج ولكل حمار مريض تركه صاحبه يؤكل ويشربه على حساب الأوقاف. يعني تاريخنا يا جماعة وديننا جميل، والوقف هذا من أروع 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 ما موجود في الدين. بس مصيبتنا نحن لم نفعل هذه الأشياء. نحن الآن جينا أكلنا الأوقاف كله، في جماعة وصلت وناس أهانوا الأوقاف بشكل كبير جدا. من المواطنين، لا نظلم نقول فقط الموظفين، الموظفين يا جماعة أوقات فيهم جيدين وأوقات فيهم، لكن أيضا من المواطنين يا جماعة، يفترض أن المواطنين، يفترض أن المجتمع الآن يحافظ على الأوقاف، يعمل جمعية. يعني نحن في مكتب الأوقاف مهما بلغت قوتنا نظل ضعاف، لا نستطيع أن نصل إلى كل قرية. طبعا في عندنا أهداف، نحن نحاول الآن في خطة عندنا نحاول أن نصل إلى كل قرية، لكن مع ذلك صعوبة الآن. يفترض أن الناس، الخطباء، الناس، المواطنين يكونوا كلهم مدافعين على الأوقاف، لأنها ما الله سبحانه وتعالى. من الأوقاف الجميلة جدا والتي قد تستغربين عنها، نقرأ عن وقفية لحول تسمى حول العناصر، العناصر العصافير. هذه الأرض، أوقفها صاحبها بأن تزرع فلا تقلع ولا تحصد، وتبقى ثمرتها تأكلها العصافير من فوق الشجرة. هكذا أوقف، بر بالحيوان وبالطير. في عندنا وقفية كبيرة جدا لشوارع الآن في صنعاء، في تعز، في أماكن كثيرة، وقف لحمام مكة، لحمام مكة. يعني ازرع واحصد وخذ الغلة حقه ودي لها مكة، الحمام حق مكة. يعني ديننا والله دين جميل، وهذا الوقف لو أنه استثمر استثمار صحيح، وأعيد لما كان عليه وما أراده الله سبحانه وتعالى وما أراده الواقفون، أنا أعتقد ممكن يتغير واقع المجتمع بشكل كبير. في من ضمن الوقفيات الغريبة أيضا يعني الجميلة جدا، وقف سمى وقف النفساء. وقفيات أوقف كذا 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 وقفا للنفساء، فكل امرأة تلد في اليمن يفترض أنه تأخذ من هذا الوقف. يعني هذا الوقف عملوا اللي أوقفه لكل امرأة تلد، يعني تكاليف الولادة على حساب الوقف. طبعا سنتحدث بعدين إيش اللي ما يمكن نعمله، وبدأنا في هذا الموضوع. في أيضا من باب من الأوقاف الغريبة، أيضا من الأوقاف الغريبة إنه واحد أوقف أرضه لكي تؤخذ أموالها، الأموال حق الوقف، ونبحث عن المستشفيات ونجيب شباب ونجيب لهم مصاريف
دورهم يدخلون عند الأمراض يقول له ما شاء الله والله قد أنت بخير قد أنت بخير. رفع الروح المعنوية عند المرضى، يعني واحد أوقف أرضه عشان ترفع الروح المعنوية عند المرضى. يعني جوانب الخير في 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 في, في الأوقاف مفتوحة على مصراعيها. كل نوع بر تريد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به ممكن أن تفعله في الأوقاف. أوقاف أيضا، في أوقاف وقف القراءة، ويستحدث سنتحدث عنه. وقف القراءة هذا إنه أنا لا أستطيع أقرأ قرآن، أن ممكن نجي عند واحد قارئ يستطيع أقرأ قرآن وإنسان محترف، فنقوم نجيب له مبالغ مالية نقول له أنا ما أستطيع أقرأ، اقرأ لي أنت قرآن كريم. هذا فيه خلاف بين الفقهاء، لكن جائز عند القرآن القانون اليمني أجاز هذا الشيء، فيكون أجر لمن دفع المال ولمن قرأ. فهذا الوقف طبعا نحن نحاول أن نطوره، عندما نصل إلى موضوع المشاريع اللي في مكتب الأوقاف والإرشاد ممكن نتحدث عنه. في أوقات ناس كثير قد لا يستطيع أن يقرأ، لا يستطيع أن يجيد أحكام القرآن، أحكام التلاوة وأحكام، فيأتي إلى شخص عنده قدرة وعنده حافظية وعنده قدرة لقراءة القرآن، فيقول له تفضل يا أخي هذا مبلغ معين أشتريك تقرأ لي القرآن، فيكون هذا يشترك في الأجر. طبعا في خلاف بين الفقهاء عليه، لكن القول اليمني أجاز هذا الوقف، فمشهور عندنا هذا بشكل كبير جدا عندنا في الأرياف، في اسمه وقف القراءة، فيشترك فيه الأجر القارئ ومن يقرأ له. طبعا في ناس يخلي الوقف حقه، يعني أرض حقه هذه طبعا لقراءة القرآن بعد وفاته. تخيل مثلا يكون الميت قد مات ويقرأ له في القرآن الكريم يعني سنوات طويلة ربما قرون، والمفروض أنها. وبعدين في شيء في الأوقاف، من أوقف الشيء اللي أوقف اليوم هذه لا يمكن أبدا أن يعود إلى صاحبه أو يرجع حر أبدا حتى قيام الساعة، يعني استثمار مضمون ولا يمكن لأحد أن يغيره. القاضي خالد البركاني مدير مكتب الأوقاف، ما هو دوركم في تفعيل هذه الأوقاف التي تكلمت عنها كثير؟ طبعا كما قلنا الأوقاف لا يمكن أن تجد باب من أبواب البر إلا ويمكن أن توقف فيه. رأينا أنه طبعا أنا أشوف أنه مسألة أننا سبقنا الغرب وسبقنا غيرنا في البر وفي حقوق الحيوان وحقوق الإنسان. طبعا لو أن ترك للمجال للأوقاف أن تتحرك وأن تتطور كما أرادها الموقفون قلنا لو كنا أمام مواقع مختلف جدا، لكن يتدخل الفساد، يتدخل ضعاف النفوس أيضا، والتعدي على هذه الأوقاف وعدم إخراجها كما أرادها الله سبحانه وتعالى وأرادها الواقفون، فطبعا تحصل انتكاسات كبيرة. طبعا إحنا في مكتب الأوقاف والإرشاد الآن حاولنا قدر المستطاع أن نعيد دور أو مخاطبة الناس بما يفهمون. قديما كان ممكن نتحدث عن وقف القراءة، مثلا إذا أخذنا وقف القراءة مثلا على سبيل المثال أنه أنا أضع لأبنائي أرض أقول لهم يقرؤون لي قرآن كل يوم كل يوم كل يوم، مثلا جزء كل يوم كذا، فأوقات قد يقرأ وقد لا يقرأ. فنحن أردنا أن نتحدث بلغة العصر، أردنا أن نضمن أن يقرأ القرآن لمن أوقف القراءة، أضمن. طبعا سؤال جميل جدا، كيف أنا كواقف عندما أوقف لشيء أكون متأكد منه 100%، ونحن نضمن في مكتب الأوقاف أن القرآن سيقرأ. الآن لدينا دراسة لإنشاء قناة أو إذاعة قرآن كريم في محافظة تعز، ستغطي الجمهورية كامل. كنا نروج لهذه الدراسة بحيث أنه بعد ذلك طبعا مشاريع الأوقاف الآن في مشاريع قد تجعل مشروع، لكن تريد وقف ليشغل هذا المشروع. الآن بفضل الله بعد مسألة إخلاص النية قمنا بترويج هذا المشروع، فوجدنا واحد من التجار الكبار يقول لي أنا مستعد أعطيك إذاعة كاملة للقرآن الكريم.
لكن اضمن لي تشغيلها. ضمان التشغيل هنا الوقف، هنا نتحدث عن الوقف. نريد الآن، قلت له أنا بالنسبة لي سأبحث عن كل الأوقاف الموجودة لدي في المحافظة، هذه الأوقاف سأخصصها كلها للإذاعة القرآن الكريم، لكن مع ذلك ستبقى إيراد قليلة، لأنه مسألة تشغيل المؤسسة هذه وقد إذاعة القرآن الكريم ليس بالسهولة يعني، وقود وعاملين وأشياء، فيصل إلى من 2 مليون شهريا إلى 7 مليون التشغيل، مش سهل. فطبعا الآن نقول لكم إحنا الدراسة جاهزة، بل والأفضل أكثر من ذلك أن التمويل جاهز، فقط نبقى الآن دعوة الآن أطلقها من هذه الإذاعة، من هذه القناة، إلى كل فاعل الخير وكل محبي الخير. وإذاعة للقرآن الكريم في محافظة تعز تغطي الجمهورية كاملة، سيكون فيها قراء قراء مشاهير القراء في العالم ومشاهير القراء في اليمن، والجيل الصاعد الجديد نخصص له أيضا مساحة ليقرأ القرآن في هذه الإذاعة. طبعا سيكون لها وقع كبير، الناس يبحثون عن مصداقية يا جماعة، إلى الآن لم يجدوا مصداقية من المسؤولين عن الأوقاف، ما لم نجد مسؤول من الأوقاف وجدنا على يديه شيء نستطيع أن نوقف. كثير من الناس الآن بدأوا يعزفوا عن الوقف، عن أن يوقفوا، آخر وقفية قديمة جدا يعني. فالناس إذا شعروا بمصداقية وشعروا بمشاريع وشعروا بأشياء ملموسة، أعتقد ممكن يساهموا بشكل كبير جدا. كما قلنا من هذه القناة ندعو فاعلي الخير ومحبي الخير أن يساهموا معنا في هذه القناة. طبعا سيكون لها يعني حساب خاص، وسيعرف كل من يدفع الريال أين يذهب هذا الريال، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون صادقين وأن يعيننا على أن نفي مع الناس. سنفعل هذا الحساب وسنجعله شفاف للناس كامل، كل من أراد أن يوقف شيء ويجعل ريعه لهذه القناة سيكون له الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في كل حرف من القرآن حسنة، ألا لا أقول ألف لام ميم حسنة، ولكن حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تخيل قرآن يتلى أناء الليل وأطراف النهار من الصباح إلى 24 ساعة، كم لك من أجر من ثواب عند الله سبحانه وتعالى. أيضا أردنا أن نطور الأوقاف، أردنا أن نحيي الأوقاف حتى يشعر الناس نعيد الثقة. إحنا الآن الهدف الرئيسي لمكتب الأوقاف والإرشاد إعادة الثقة للناس بمسألة الأوقاف. إطلاق تجربة لوقف النفساء. وقف النفساء الآن مكتب الأوقاف والإرشاد طبعاً نهدف، طبعاً إحنا الآن عملنا خطة عشرية، يعني الآن معظم الوقت نشتغل نعمل مصيبة إنه نحن في خصوصاً في دول الشرق الأوسط وفي دول العالم الثالث نعمل يلا اللي يجي يشتغل نابه. ليس لدينا خطة استراتيجية لمدة سنة قدام أو سنتين. إحنا الآن كلفنا دكاترة في الجامعات، دكتور جامعة كبير جدا، بإعداد خطة عشرية 10 سنوات قد قادمة لمكتب الأوقاف والإرشاد. الخطة طموحة جدا، نهدف في نهايتها، إحنا طبعا عندما اطرح طموحاتك بشكل كبير جدا، نخطط أن يكون لنا مستشفيات سرطان، مستشفيات أطفال، مستشفيات كبيرة جدا لدينا، نحاول أن طبعا من ضمن الخطة مخابز، لدينا يعني مشاريع استثمارية ضخمة، يعني كلها موجودة، هذه كاملة موجودة لدينا وبشكل مبالغ فيه، مش نقول مبالغ، لكن نعلي طموحنا بأقصى ما نستطيع حتى نحاول أن نصل إلى هذا الشيء. إحنا من حقنا أن نطمح، من حقنا أن يكون طموحنا عالي جدا، مش طموح بسيط جدا، بالغ في الطموح، وبقدر ما طموحك بقدر ما تصل. في معنا كما قلنا من باب تطوير الأوقاف، تطوير خصوصا هذا حق النفساء. حاليا عندما نتحدث المفروض أن يكون لدينا الآن مستشفيات خاصة بالأوقاف، مستشفى النساء، مستشفى النساء التابع للأوقاف، مستشفى الطفل، نكون خاص بهذا. فإحنا بادئين الآن ببداية هذه بداية كسب الثقة، أنه سيكون لنا في كل مديرية فترة معينة، شهر أو شهرين في السنة،
ندعم فيه جميع حالات الولادة على حساب مكتب الأوقاف والإرشاد في فترة معينة، يعملوا صندوق طبعا أيضا. ومن أراد أن يشارك معنا وأن يبدأ بإحياء هذا الوقف نكون شاكرين له. إحنا دوري أنا الآن في مكتب الأوقاف في هذه الأشياء فقط عبارة عن زي ما قلت السيارة، فقط أفتح العمل أقرع المفتاح فقط. أنا الآن أحيي لكم هذا الأوقاف، أنا سأحيي لكم وقف النفساء، سأفتح حساب وحساب شفاف جدا وسأعمل له هيئة ومفتوحة. من أراد أن يجعل ريع أي أوقاف من الأوقاف يوقفه لنا سنسجله باسم هذه الأوقاف وباسم هذا الحساب، كلها ستصب في مكان واحد. الآن من الآن أي وقف سيعلنه مكتب الأوقاف والإرشاد ثقوا بأنه سيكون عبر يعني أشخاص معينين موثوقين، نسأل الله أن يكونوا قدر الثقة، لكن مع ذلك سنفتح الحسابات مفتوحة وسيكون في شفافية مطلقة للجميع. من إذا فتحنا وقف من الأوقاف فيكون كل إيراد هذا الأوقاف هذا يكون مفتوح لمن أراد أن يوقف حتى يذهب إلى مكانه. طبعا سيكون معنا في هذا كل شهر تقريبا نحاول، بس مشكلتنا في أنه جاء الحق الآن وقطع علينا الموضوع هذا، لكن قد كنا ماشيين فيه. كان بقي معنا مسألة حسابية فقط، كيف تضبط الحسابات حقها مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، سنشركهم معنا أيضا حتى يكون الأمر في شفافية كبيرة جدا. سيكون في كل محافظة في 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 كل مديرية فترة حتى نستعيد ثقة المجتمع. في أيضا معنا الآن مشاريع الآن سريعة جدا قد موجودة، مشاريع تسمى الطعمة هذه أي الطعام، هذه كان في ناس كثير يوقف الوقف حقه وقف لإطعام الفقير، يجعل أرضه إطعام الفقير. طبعا اختفت هذه الأوقاف، نحن الآن نحيي هذه الأوقاف. إحنا الآن في صدد دراسة إنشاء مخابز خاصة بالأوقاف في بعض المديريات، ونبحث عن الفقراء الموجودين حولها ونطعمهم. الفارق بيني الآن، طبعا إحنا الآن حاولنا أن نخرج مكتب الأوقاف والإرشاد مكتب حكومي بروتين ومعقد وفكر محدود، نريد أن يكون أشبه بمؤسسة قادرة أن تنافس في السوق وأن تبحث عن رجال الخير وأن تكون مسبقة لأعمال الخير. الفارق بيني وبين المؤسسة البقية، المؤسسة ربما تأتي لتطعم محافظة تعز كامل ممكن، لكن لمرة واحدة وانتهت، تعمل مشروع لمرة واحدة وراحت. لكن أنا في مكتب الأوقاف والإرشاد لا يهمني الكم بقدر ما يهمني الزمن. أنا ربما أعمل مشاريع في مثلا في محافظة تعز في إحدى مديري المديريات وأضع لها مخبز 2-3، ليس القصد هو المخبز وإنما التمويل الذي سيشغل هذا المخبز إلى ما لا نهاية. هذا هو الوقف، أموال الوقف اللي ما نريده من الواقع من المتبرعين، ليس أن نتبرع للمخبز فقط أن ينشئ مخبز، متجر كبير ممكن يعمل لك مخبز 2-3 ورحله، لكن من الذي سيمول هذا المخبز؟ من الذي سيضمن أن يأتي هذا الخبز للفقير بشكل واصل؟ هنا يأتي دور الوقف، أوقف عمائر، أوقف دكاكين، أوقف لهذا الصندوق إيراده يكون نصرف منه ونأخذ ونأخذ للفقير حتى يشبع. طبعا الان عندنا المشروع اللي هو زي ما قلنا نشعل فقط الفتيل او نفتح السويس حق السياره، نفتح السياره. سنبدا الان بالموضوع انه نبدا مشروع طعمه، اطعام الفقير، اطعام الجائع، بحيث انه نعمل مثلا نحاول ان نشترك مع القطاع الخاص مع المؤسسات والجمعيات ببعض المشاريع البسيطه لكن الدائمه، شوف في بسيطه لكن دائمه في عن هذا الشيء. من ضمن الأشياء أيضا نتحدث عن المقابر الآن لا تسر لا مسلم ولا غير مسلم. عندما نرى هذه مقابر المسلمين، نحن الآن سنطلق في الفترة القادمة إن شاء الله شعار مقابرنا بعد الموت منازلنا. يفترض أنه الآن طبعا في معنا مقابر كبيرة في محافظة تعز، سنبدأ بتنظيفها وتنظيم محلات للمرور، زراعة أشجار فيها، زراعة ورود، حتى تصبح يعني منظر وتعبر عن ثقافة مسلم. الآن الزبالات والمجاري، ناس يكسر المجاري من الشارع ودخلها وصل المقبرة، وكأن المقابر حلال للناس.
استحل. في ناس كثيرة الآن يعتدوا على أموال على على على, على المقابر، يخرج الجثث ويخرج العظام ويرميها ويبني بيت. تعبنا والله، أتعبونا كثير، خصوصا في ظل هذا الانفلات اللي حصل الفترة الماضية هذه. ناس كثير تعدوا أثناء الحروب هذه، تعدوا يعني أصبح ممنهج المسألة وأصبحت حقوق، أنك تعتدي على مقبرة أصبح حق. ابني وبعدين الأوقاف بعد يأجر لك إذا كان إذا ثبت أن أوقاف. طبعا الأمور كثيرة والمشاريع كثيرة، في معنا أيضا مشاريع استثمارية ضخمة. أنا أقول لهم الآن، أنا أشبه الأوقاف بأنه مارد اقتصادي عملاق كبير نائم لا يستطيع أن يتحرك في هذا في ظل هذه الظروف. قادرين أن نستثمر أموال الوقف، وقادرين أن احنا نعمل مشاريع ضخمة. في معنا مشروع ضخم قد كلفنا المهندسين بمسح الأراضي الموجودة في أرضية معينة، ولأنه صعب أن تلاقي أرضية كبيرة في أوقاف كلها، في تحصل أراضي أوقاف متناثرة فنادر ما تحصل، فحصرنا هذه الأراضي الكبيرة التي المترابطة، وكلفنا بعض المهندسين وبعض الفنيين بإعداد خطة لمشاريع لن نتحدث عنها الآن حتى لا نكون نخرج أسرارنا يعني، بس المشروع ضخم جدا، سنفتح الباب يعني بالتمويل، سنفتح الكتاب للمواطنين بيسمى السندات الإسلامية، سندات سنعملها سيكون لهم استثمارات لمدة 10-20 سنة في هذا المسمى، ويكون الخير للأوقاف وللناس أيضا. طبعا في أشياء نعم نحاول قدر المستطاع، نحاول قدر المستطاع في ظل المتاح أن نعمل شيء مع الأوقاف. قاضينا خالد البركاني، طموحات كبيرة، أعمال كبيرة، مشاريع، حسيت إنه إحنا لو بدأنا فعلًا سنوجد مكتب إرشاد حقيقي للأوقاف في محافظة تعز، ولكن يوجد هناك ثغرة وهي الاحتياج والصعوبة اللي أنتم تواجهوها خصوصًا إحنا في فترة حرب. تكلمي عن هذا. طبعًا أعتقد إنه قد يكون من المعيب علينا إحنا كمسؤولين إنه قبلت المسؤولية في ظل أوضاع وأنت عارف فيها. نحن توصلنا يعني مرة حضرت اجتماع لمدراء العموم ويشكو، كلهم يشكو. كنت أقول لهم يا جماعة أنتم توليتم هذه المسؤولية في ظل حرب، وأنتم تعرفون ما سيترتب على موافقتكم. يقولون نعم. طبعا إحنا عندما عين عرض علينا موافق أو لا، فعندما قلت نعم يفترض أنه خلاص تعرف أنه في معك أنك في وضع حرب، في وضع استثنائي للغاية. طبعا عوامل الفشل أكثر بكثير من عوامل النجاح، فنجاحك في هذه المرحلة يعني سيكون تحدي وسيكون إثبات وجود، فالمفروض أنه لا نتحدث عنها إلا من باب المعرفة وليس من باب الشكوى. طبعا من باب المعرفة طبعا كما قلنا لكم أنه المكتب كان صفر، ليس فيه أحد، ليس فيه مثاث، ليس فيه طبعا مسجد الأوقاف، وليس في لدينا ريال واحد. حاولنا واقترضنا وعملنا كل شيء، المهم انه اقمنا المكتب والحمد لله. كنا لم نقول لا اقول وحدي، لكن كان معنا شباب وناس من الموظفين الجيدين وممتازين جدا، والذي لا ننسى لهم الفضل ابدا، كانوا معنا، ومنهم من قد توفوا الان رحمهم الله. كان معنا نائب حقنا، نائب ممتاز جدا وكان شغال معنا، توفي قبل فتره، لكن نشكر له الفضل. من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. وقفوا معنا وقفة جادة، وقفوا وقفة رجال، والحمد لله خرج المكتب الآن إلى النور. الآن الظروف الآن متحسنة جدا. طبعا تخيلي يا أستاذة، كان عمل معنا نعمل في ظل عدم وجود أمن، منعدم الأمن، في ظل عدم وجود قضاء، في ظل عدم وجود جهاز قضاء، ولا حتى جهاز سلطة محلية واحدة. المحافظ كان مش موجود في محافظة تعز، فعمل شبه مستحيل. وبعدين خاصة انه الان انت في مكتب اوقاف تبحث عن اوقاف في ظل اعتداءات، يعني بدأت بعد ما توقف شوية مسألة الحرب توقفت قليلا، يعني نوعا ما بدأت تستقر الاوضاع، بدأ بعض من يحمل البندقية بدأ يتحرك باتجاه الاراضي. طبعا قلهم قليلة جدا، طبعا الرجال المقاومة والجيش كلهم ممتازين جدا، بس فقط أقول لك في بعض الأوقات في بعض النماذج السيئة
ضعفاء يروح وشوه السمعه بدخول مقبره المقابر وبسط عليها. طيب الى من نلجا؟ كنا نلجا الى الامن، الامن كان ضعيف جدا في تلك الفتره، نلجا الى القضاء، القضاء غير موجود، المحافظه غير موجوده، فكنا في وضع سيء للغايه، فكنا نرجع زي ما يقولوا زي ما كنا بالجهه القبلي والمسموع، لو سمحتم يا جماعه هذه اراضي اوقاف، هذه 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 هذه، فنبدا نبحث وندق على الجانب الديني، على استنهاض الوازع الديني من النفوس. فكانت اوقات صعبه جدا، ولكن الحمد لله الان الامور متحسنه كثير جدا. من باب ايضا ما قد نكون نسيناها خطه موضوع، الان نقوم نحن فتحنا باب الشراكه. باب الشراكه مع جميع المؤسسات الاهليه الجمعيات. نحن لا نريد ان نعمل وحدنا. نحن نريد ان نشاركهم وان يشاركونا. طبعا لا الانسان بطبيعته قاصر، ليس مكتمل. انا عندي افكار وعندي طموحات وارى ان نفسي اني على الحق وان ماشي صح، لكن مع ذلك قد ربما اكون على خطا. فانا تحدثت معهم، قلنا لهم يا جماعه اي مشروع قادر نشارك معكم فيه نشارك معكم فيه، اذا اخطانا في اشياء قومونا، اذا كان هناك مشاريع مستقبليه يمكن ان تضمن لنا ولكم انه نحسن اقل حاجه صورتنا عند الناس، فاحنا مستعدين لهذا الشيء. هذا واحد يتعدى الصعوبات برضه، وليس كذلك فقط، انه الان مساله الجانب الاداري مهمه جدا. في عندنا صعوبه كبيره جدا اللي هي في مساله اداره الفروع. احنا في المحافظه عندنا اداره عامه، في الفروع معنا نظار اوقاف. ناظر الاوقاف هذا وحده موظف واحد ماسك المديريه كامل، مديرية من المديريات، وأنا أرى الجرد شوفت حقنا، رأينا أنه معنا 4000 مستأجر. فلما أطلب منه أقول له هات لي أسماء المستأجرين عندك، طلع لي 1000. 3000 راحوا. جبت واحد قلت له روح قل لي لفلان، تعال يا فلان هات لي حقك الأوراق. واحد من 3000 الآخرين قال لي 15 سنة ما جاش الناظر عندي. عندنا الناظر عبارة عن المدير معه شنطة يمر على الناس. هذا خطأ. الآن لابد من تحديث إداري، لابد من تحديث إداري جاد. إحنا نحن من باب اللي نسيناها أيضا، هذا الآن إعادة تفعيل الإدارة بشكل قوي جدا. سنعمل مؤتمرات ومنتديات مع ناس من خبراء الإدارة يعني عمل مقترحات لإدارة مكتب الأوقاف والإرشاد. عندنا إحنا الآن عندي أنا تصور كبير جدا إنه أستطيع الآن أن أصل إلى كل قرية، واجعل من مجالس، في هناك مجالس منتخبه، كل مجلس من ضمن اختصاصاته متابعه الاوقاف واراضي الاوقاف. الموضوع الذي ارى انه في محافظه تعز سيقلب الامور كامله الاداره الالكترونيه، الحكومه الالكترونيه. طبعا ليس شعار، نحن عندما نقول اداره الكترونيه، واعتقد قد اطلقت هذا الكلام قبل سنه، ان احنا نريد ان نعمل اداره الكترونيه. تواصلنا مع شركه من الشركات الكبار في البرمجيات، اعدوا لنا مشروع اداره الكترونيه للمكتب. وصلت النسخه الان اليوم قبل اسبوع وصلت النسخه التجريبيه للبرنامج. برنامج سيقلب العمل راسا على عقب في المديريات، سيضبط اشياء كثيره. تخيل يا استاذ انه مكتب الاوقاف والارشاد يعمل بدون اي جهاز كمبيوتر متخصص، عباره عن طباعه كانوا يستخدموه. هل لا يوجد برنامج خاص بالحسابات؟ لا يوجد، معظم وثائق الاوقاف غير مؤرشفه. نعم عندنا مسكنا لا يوجد ارشفه للاوقاف كارشفه كاوراق. يعني وضع كان سيء للغايه. نحن الان نريد ان نمكن العمل في مكتب الاوقاف والارشاد. طبعا سيحدث طفره كبيره جدا. سيلمس المواطن هذا الشيء اعتقد خلال بعد عودتنا من الحج ان شاء الله، خلال شهرين او 3 أشهر بالكثير سنطلق مشروع العمل بالحكومه الالكترونيه عندنا كخطوه اولى، لانه عده خطوات ستاتي. الخطوه الاولى نحن نهدف بالاخير انه يمكن ان تتعامل معنا عبر الكمبيوتر مباشره بالايميل من البيت.
تطلب أي طلب معنا من البيت ويمشي معنا. في أعددنا تقريبا الآن في ظل الإصلاحات عملنا مشروع غرفة عمليات لمتابعة الاعتداءات، متابعة أي شيء يحدث في الأوقاف. نخل كل يعني بدل ما أخلي متابعين أنا يروحوا يتابعوا، أجعل لهم رقم تليفون، يصبح المواطن في كل مكان متابع معي. أي حالة اعتداء أو شيء عليه أن يلقى إلى المكتب ويرفع إلي ويتصل اتصال تلفوني، وإن شاء الله نكون قادرين. هل أنت ممكن تتكلمنا ما دور مكتب الإرشاد في الوزارة في عملية مساعدتكم في عملية التشغيلية، النفقات التشغيلية، في عملية المتابعة، في عملية الرقابة، في معاملة مساعدتكم كمكتب إرشاد وأوقاف في تعز؟ طبعاً يفترض انه نحن الان جهه تابعه للدوله، يفترض انه يكون عندنا نفقات تشغيليه خاصه من الدوله، لكن فوجئتوا انا في مكتب الاوقاف والارشاد ان النفقات التشغيليه الخاصه بالاوقاف تخرج من نفقات الاوقاف. نقول لهم عشان نوضح الفكره فقط للمواطنين، انا دوري كمكتب اوقاف، هذه اراضي اوقاف، هذه وقفت المسجد، وهذه وقفت اليتامى، وهذه وقفت الارامل، وهذه وقفت النفساء. انا دوري في مكتب الاوقاف والارشاد الان ان اخذ هذه الاموال واوصلها كما ارادها الواقفون فقط. الفكر الاداري عندنا يقول لا، خذ كله واجمعها وخذ نفقاتك مني واشتغل. اصبح الان في نفقات وفي مرتبات وفي اشياء، وصلت الى المكتب وكانت اكثر من 7 مليون او 5 7 مليون ريال شهريا تنفق مرتبات واجور ومكافئات وحوافز و طيب انتهى دور الاوقاف. 7 مليون ريال شهريا تقريبا، فماذا بقي للاوقاف ان تقوم به؟ مساجد ربما تنهدم، مثلا مسجد المظفر، مسجد ابن علوان، لا يعني الان يمكن ان تنهد المناره وما نستطيع. كل أموال الأوقاف تصرف للنفقات التشغيلية ومكافآت ومرتبات وأجور. نحن الآن بدأنا أن نخصص وعمل دراسات، عملنا دراسات لأكثر من 5 أو 6 حالات لمساجد في محافظة تعز. مسجد الأشرفية عملنا له دراسة، قبة الحسينية عملنا له دراسة، مسجد ابن علوان عملنا له دراسة، مسجد أهل الكهف في صبر عملنا له دراسة لحاله. طبعا عملنا الدراسات وجهزناها، فجاء ممول لمسجد لجامع مناره ابن علوان، على طول قدمنا الدراسه مباشره، جاب المبالغ مباشره. الان بحدود شاركنا طبعا في مكتب الاوقاف بالاشراف وهذا بحدود 600 الف او مليون ريال تقريبا ستخرج علينا، لكن يستاهل المسجد ايراد، ومعظم ايراد المكتب من حق ابن علوان، ف سيدفع لهذا الشيء. الآن في معنا مسجد قبة الحسينية في المدينة القديم، قبة الحسينية قالوا طبعا عملنا دراسة كنا وكانت جاهزة الدراسة، فقالوا الآن في معهم مشروع كبير الآن دخلت من ضمن في 25 أثر عالمي، فكانت هي رقم 24 في العالم. الآن يمكن أعتقد خلال شهر أكتوبر سيبدأ ترميم المسجد قبة الحسينية، ونفكر احنا مكتب الاوقاف والارشاد الا نجعلها فقط قبه ترمم وتغلق، لانه مصيبتنا ومشكلتنا بالاغلاق انه تخرب، فسنفتحها على مصراعيها ونعمل مسجد حتى وان كان مسجد سفري، المهم انه تفتح القبه ويصلى فيها. عزيزي ممكن تتكلم الان نوصل الى حدث العصر هو الحج. الان ما هي الترتيبات والانشطه اللي تقوم فيه من اجل هذا الموضوع؟ طبعا مسألة الحج ليست بيد مكتب الأوقاف، منزع الصلاحيات كثيرة من مكتب الأوقاف والإرشاد. نعم قد ربما يتفاجأوا بهذا الشيء. طبعا كان من قبل مكتب الأوقاف والإرشاد يستطيع أن يفوق، كان زمان يفوق، هو اللي يفوق ويذهب ويحقق الناس. ثم أتى بعد ذلك من قسمها نصفين، أصبح 50% لمكتب الأوقاف يفوق بنفسه و 50% على وكالات الحج والعمرة. ف في قبل يمكن 10 سنوات او اقل، ما ادري بالضبط كم، اصبح الحج والتفويج كامل بنظر الوكالات.
الوكالة هي التي تسجل، والوكالة هي التي تفوق، والوكالة هي التي تتمل يعني تأخذ الموضوع كامل دون أن يكون لنا دخل فيها. دورنا فقط هو دور إشرافي، يعني هل هذه الوكالة مطابقة للشروط؟ هل سجلت كما أراد القانون لدينا؟ هل تجاوزت حدودها في التسجيل؟ هل زادت مبالغ؟ حتى عندما نسافر إلى الحج في عندنا لجان هناك من ضمن لجان الرقابة، فتراقب هل الوكالة هذه ماشي بالضبط، يعني موفر الشروط، يعني أشياء كثيرة مراقبة عليها. هذا ما اللي كان موجود عندنا. طبعا احنا في محافظة تعز اول ما فتحت، طبعا لا انسى ان اوضح لكم انه برعاية الدكتور احمد بن عطية وزير الاوقاف والارشاد، كانت اليمن سباقة في مسألة الانتهاء من وتنظيم مسائل الحج، طبعا بجهود وشكر، ومملكة شكرت لنا هذا الشيء، وكانت الدولة الاولى في العالم الإسلامي التي استطاعت أن تنظم أعمال الحج وتنجزه قبل أي دولة أخرى، اليمن. فوجدت أيضا صدى في المملكة العربية السعودية. أعتقد مسألة وزارة الأوقاف أنشط وزارة الآن، الوزير ما شاء الله ما شاء الله على الوزير نشط جدا، وأظهر هذا على أرض الواقع. طبعا عندنا إحنا في محافظة تعز في عندنا كانت وكالات سجلت، كان دورنا دور إشرافي عليها. تعاوننا احنا ومكتب الثقافه ونزلنا حملات على الوكالات، لم نجد مخالفات، كانت بعض الاشياء البسيطه جدا. حاولنا انه نتواصل مع الحجاج، مع المسجلين، من عنده شكوى، لم تصل الينا اي شكاوى لحد الان، ولا واعتقد خاصه يعني ممكن يوم غد تقريبا في تاريخ 19/20 الشهر 11 سيكون في بدايه التفويق من اليمن الى المنفذ، ومن المنفذ بعد ذلك الى المملكه العربيه السعوديه. طبعا احنا حاولنا نسهل على الحجاج بقدر ما نستطيع، حتى يعني طبع كتاب باشراف مكتب الاوقاف والارشاد، واعتقد جبنا لكم نسخه منه، نوضح للحجاج كيف طريقه الحج. ف دورنا قلت لكم أنا محصور، ليس لنا سلطة قوية كبيرة جدا، لكن بقدر هذه السلطات التي خولها لنا القانون عملنا بقدر ما نستطيع، وقلنا بالأول والأخير دور وزارة الأوقاف والإرشاد في المملكة العربية السعودية لا ينكره جاهل، لا ينكره عاقل. قاضينا خالد، يعني من كلامك شعرنا بطموحات وأنشطة متتالية، ولكن اللقاء قصير، ممكن لو سمحت لنا كلمة قصيرة حابب أن تقولها؟ طبعا إذا كان لابد أن نختم بخلاصة، نقول أن الأوقاف يا جماعة ليس حكرا، حماية الأوقاف ليست حكرا على مكتب الأوقاف والإرشاد. الأوقاف ملك لله سبحانه وتعالى، والقانون أجاز لكل إنسان أن يتقدم بدعوى في حال وجد اعتداء على مكتب على أراضي أوقاف. أتاح المجال لكل إنسان أن يتقدم بدعواه أمام المحكمة، والمحكمة تحكم به، يعني تسمى هي دعوى الحسبة. فأنا أقول لكم، أنا قد ربما نضعف، قد ربما يحصل علينا إشكاليات، قد ربما المادة لا تساعدنا، لكن مع ذلك أقول لكم يفترض بالجميع أن يكونوا هم حراس للأوقاف، حراس لأموال الله سبحانه وتعالى. وأقول لمن تسول نفس له نفسه الاعتداء على أراضي الأوقاف، كيف بك يوم القيامة والناس خصومهم بشر، وخصيمك أنت رب البشر. لا تستقيم أبدا أن تحارب الله سبحانه وتعالى بأمواله، كبيرة جدا يا جماعة. ثم بعد ذلك نتحدث عن للجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية، أي قلوبنا مفتوحة، عقولنا مفتوحة، لسنا منغلقين على أحد، وأيدينا ممدودة للجميع بالتعاون، بالمشورة، بكل ما يمكن أن يقدموا لنا وأن نقدم لهم. نريد أن نحول مكتب الأوقاف والإرشاد من ما هو عليه وما لفه من سمعة قد ربما تكون غير لا تليق به، نريد أن نغير هذا الواقع، نريد أن نغير إدارة، أن نرفع الإدارة، وأن نجعلهم في
في في في في موقع يستطيعون ان يقرروا فيه. تخيل يا استاذ، في اوقات معظم العاملين الثقافه الدينيه حقهم بالنسبه للاوقاف ربما لا يعلموا شيء عن الاوقاف، الجانب القانوني وال منعدم تقريبا. ف للجميع وللمؤسسات الخيريه ولفاعلين الخير يا جماعه مهما كان، انا في سؤال يقول لي بعضهم، يقول لي أننا في نجيب واحد مستأجر من الأوقاف، قال أنت في الأوقاف فساد، وأنا لا أريد أن أسدد الفلوس حقي لفاسدين. لن يسألك الله سبحانه وتعالى عن فسادنا، سيسألك الله سبحانه وتعالى عن مال أوقاف كان معك لم تؤده، هذا ستسأل عنه. مسألة الفساد وغير الفساد سيسألني الله سبحانه وتعالى عن مال الأوقاف، أين أنفقته؟ هذا أمر يتعلق بي أنا، بيني وبين الله سبحانه وتعالى. أنت بر ذمتك وسدد ما على الأوقاف ولا تعتدي على مال الأوقاف، ودع حساب الله سبحانه وتعالى لنا على الله سبحانه وتعالى. لست مخول أنت تحاسبنا. وأيضا ألا النصيحة الأخيرة لرجال الأعمال، أموال الأوقاف قادرة أن تدخلك الجنة وتضمن لك الجنة. يعني تخيل أوقاف يعني كحنفي مفتوح معك إلى قيام الساعة. هذا مجال الاستثمار أتمنى ألا نغفله وألا يغفله أحد. الصدقة عندما تنفقها قد تنتهي أجرها وينتهي ثوابها بانتهاء الصدقة، لكن أن تستمر الصدقة معك يبقى أجرها حتى تنتهي. هذه النصيحة لرجال الأعمال وللجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والثبات. اليوم كنا مع مدير الأوقاف والإرشاد في محافظة تعز القاضي خالد البركاني الذي أتحفنا بالكثير والكثير في هذا اللقاء الخاص في قناة عدن، والتي تشكره قناة عدن على هذا اللقاء. وشكرا.